السلام عليكم أحبائي وحبيباتي، إن شاء الله نوجد مع بعضياتنا اليوم وصفة سهلة كيف تعودنا دائما على البساطة. هاد الوصفة البسطيلة حلوة ولكن راه ما حلوة والو هي غالب عليها الملوحة على الحلاوة، لأن الحاجة الوحيدة اللي عندنا هنا حلوة هي المشمش اللي غادي نديرو فقط معه واحد المعلقة كبيرة ديال السكر، ملي غادي نبغيو نعسلو واحد شي شوية ماشي بزاف، أما حتى مع الدجاج فهو ما معاه ما فيه لا سكر لا عسل لا حتى شي حاجة. الدجاج أنا عندي كان واجد وفرتتو، وانتم الا كان عندكم شويه الدجاج اللي فايت وجدتوه ماشي اكله وبقى، او الا بغيتوا توجدوه فهو سهل، فانتم كتعرفوا الدجاج ان شاء الله كنديروا مع شويه البصله، وكنديروا مع الملح والبزار والخرقوم، شويه راس الحانوت، شويه القرفه، وكنطيبوه بالسكينجبير وزبيده العود، وكنخليوه حتى كيطيب وكنحيدوه وكنفرتوه كيف ما وضحت هنا. وفي هذه الحاله الا كنتو غادي تطيبوا اذا الدجاج من الاول، فالبصله اللي كتبقى كتكثروا فيه البصله، وهذيك البصله هي اللي من بعد كتستعملوها نيت في هذه الوصفه. كناخذ البصله، انا بما ان عندي الدجاج واجد كناخذ ثلاثه البصلات كنشلطهم رقيق، وكنزيد عليهم لقامه العطريه اللي معروفه ديالتنا ديال البسطيله، الخرقوم وسكينجبير وشويه البزار وشويه الملح شويه الثومات بودر اللي عنده، وكنديروا معاهم شويه ديال العود ديال القرفه اولا شويه ديال القرفه شويه زيت العود ومعلقه صغيره ديال الزبده، كنخليوها كذلك تشحل مزيان. في نفس الوقت منذكركم بداك الشيء اللي غادي نحتاجوه، فكيف قلت لكم غادي نحتاجو شويه ديال الدجاج مفرتت، غادي نحتاجو واحد السبعه ديال المشمشات اللي يكونوا قطعناهم طريفات رقاق، وكنديروهم شويه الماء وكنخليوهم باش يرطابوا شي شويه، كنحتاجو شويه ديال الكركاع كنقطعوه حتى هو طروفه قوقين، وجوج البيضات، عندنا الملح البزار والسكينجبير والخرقوم والقرفه، وهادو كلهم فكنديروهم مع المشمش ملي غنبغيو نعسلوه، لان باش كيعطي كتجي فيه ديك البنه نفس البنه اللي باش طيب الدجاج وباش طيب هذيك الضغميره ديال البصله. ان شاء الله هادو راه غادي تشوفوهم دابا، انا غادي نوري لكم هادشي كامل في لا غوسيت بالتطبيق وبالتدقيق، وان شاء الله غادي تقدروا تجربوها كاملين وغتجيكم سهله وغتشكروني عليها، لان هاد الاضافه الجديده ديال الكركاع مع البرقوق كيجي زوين، يعني كيبدل ديك البنه ديال اللوز اللي كنا مولفين، وكيجي حاجه اخرى جديده اللي غادي تعجبكم وغتعجب حتى الناس اللي غادي يذوقوها عندكم ان شاء الله، وغادي يسولوكم على الطريقه وعلى المقادير. المقادير كيف ما كتشوفوا راه كتقدروا تدوبلوهم على حسب العدد اللي عندكم في العائله. ونتمنى الوصفه تعجبكم وتبقى متداوله عندكم كاملين ان شاء الله، بالاخص دابا حنا كاينين كاملين في الحجر الصحي، فهذا هو الوقت باش الواحد نيتي يجرب ويدخل واحد الوصفات جديده للدار. هنا كل شيء تشحر تقريبا، ولكن غادي نزيدو معلقه ديال السنيده على البرقوق، ونزيدو عليه الكركاع، صافي كنحركو شي شويه كتبان لينا ديك ما بقاش داك المحس الماء ما بقاش في المقله في الكاسرونه، وكنزيدو دوك جوج البيضات مع القرفه البصله. بيان سور كيف قلت لكم دائما هادشي تقدروا تدوبلوه المقادير الا بغيتو هادشي يكون بالكثره، وبما اننا في رمضان تقدروا توجدوا هادشي وتعمروا فيه على دوك البسيطلات وتحتفظوا بهم في الكونجيلاتور مطي خضرين، ونهار الاستعمار كتجبدوا نطيبوهم في الفران كدهنوهم شويه الزيت والزبده وهما واجدين.
كنخلطوا البصله والضميره ديال البصله كنخلطوها مع الدجاج وكنحركوا مزيان باش الدجاج ما يبقاش ناشف ويجي رطب، وكنحطوه في طبيصيل هذاك الشماش اللي وجدناه مع القرقع، وكنبداو نعمروا البسيطلات ديالنا. كنديروا جوج الوريقات ديال ورقات البسطيله اللي سبق وحضرتها معكم، ان شاء الله تترجعوا لعندي غتلقاوها مع الوصفات في الفيديوهات ان شاء الله. كنديروا طبقه من الدجاج والبصله، كنديروا طبقه من البرقوق. ملي كنصوبوهم كنوجدوهم كندهنوهم كيف قلت لكم بشويه ديال الزيت شويه ديال الزبده، وكندخلوهم الفران يطيبوا. ومن بعد في التقديم راه كتزينوهم كيف ما بغيتو. انا زينتهم شويه سكر كلاصي وزينتهم بالقرفه كيف العاده، واللي يبغى يزينهم يدهنهم غير بشويه ديال العسل وبشويه اللوز مقلي ومدقوق او لا باللوز افيلي. المهم كل واحد يزوقهم ويقدمهم بالطريقه اللي كتعجبو، وبالصحه والراحه ان شاء الله، وشهيه طيبه لكم. ان شاء الله ملي كنعمروا الوريقات ديال البسطيله ديالنا وكنديروهم على شكل دوائر، ما نساوش نحيدوا دوك الجناب ديال الورقات البسطيله اللي كيكونوا ناشفين كيكونوا كارمين بعض المرات كنحيدوهم. المهم كنقادو نحيدوا الجنيبات اللي خاصهم يتحيدوا. كندهنوها بشويه الزبده والزيت وكندخلوها للفران، وشهية طيبه. وفي التقديم راكم عارفين، يا اما بالسكر كلاصي والقرفه كيف ما درت، او لا باللوز ايفيلي كندهنوها بشويه العسل وكنديروا اللوز ايفيلي او اللوز مدقوق. وبالصحه والراحه.